السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة عرض جديد وشقة دوبلكس من قناة سوق العقارات في اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ العرض. عندنا هنا الأسانسير، شقة دوبلكس الطابق الخامس بالروف، أسانسير جيد، واجهة بحر شرقي. وعندنا هنا الريسبشن، وعلى شمالنا ده الحمام، وعندنا هنا أول غرفة نوم، مساحة 3 متر في 4 متر، مجهزة بخزان ملابس، دولاب حائط، وعندنا الغرفة الثانية نفس مساحة الغرفة الأولى، وبرضو مجهزة بخزان الملابس، دولاب حائط، دي طرق التوزيع للغرف. ونطلع حنا للريسبشن، كبير ما شاء الله، قطعتين حرف ال، تشطيب جبسن بورد مميز جدا. دي القطعة التانية للريسبشن، ودي مكتبة للشاشة، وصاد المطبخ إيطالي، ما شاء الله حاجة ممتازة. ده المطبخ من جوه، كبير ما شاء الله، وتشطيب جبسن بورد. ومعانا هنا البلكونة فيها سلم من الرخام، طوب الفرعوني وترابزين حديد، بيشوف البحر بكل وضوح. موقعه شارع 4، ما شاء الله حاجة ممتازة. ونطلع فوق للروف، سلم مريح جدا، ما شاء الله. معانا الروف متقفل وبرجلة، حديد
وصاج، بلاطة ممتازة جدا، وكنب، وشواية في الروف متقفل بالطوب الفرعوني، تراس رائع جدا. ودي الشواية، وندخل هنا عندنا دي غرفة تشطيب جبسن بورد، مساحة 4 متر ونص في 4 متر، ومعانا غرفة تانية 4 متر في 4 متر، وعندنا هنا حوض وش والحمام، ما شاء الله حاجة جميلة جدا ومميزة، دوبليكس ليه سلم داخلي. هنا متأمن حديد عشان الأطفال، وبنشوف برضو البحر من فوق، يبقى رؤية بحر في الروف ورؤية بحر في الشقة تحت، ما شاء الله حاجة جميلة جدا. وعندنا هنا تقفيل صاج برضو عشان الأمطار، ما شاء الله حاجة ممتازة ومميزة جدا. هنا حاجات كماليات، الكنب من الطوب الفرعوني والقعدة، وكنب كمان عندنا هنا على شمالنا تأمين حديد بالكامل، وشواية خاصة للمأكولات، ما شاء الله حاجة جميلة جدا. ونتكلم معانا على تفاصيل الدوبلكس بالكامل، ننزل كمان مراجعة سريعة. ده السلم برضو من فوق، معانا تفاصيل الدوبلكس بالكامل، الدوبلكس في الطابق الخامس بالروف، باسانسير جيد جدا، واجهة بحري شرقي، سلم داخلي للدوبلكس من البلكونة، موقعه شارع 4، بيشوف البحر بكل وضوح وجنب كل الخدمات، يصلح للمسكن الدائم والمصيف والاستثمار الجيد.
المساحة الإجمالية 260 متر، 130 متر تحت زائد 130 متر فوق في الروف، عبارة عن 4 غرف نوم، 2 حمام، مطبخ إيطالي، ريسبشن كبير حرف ال، مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للقوات المسلحة، كامل العدادات كهرباء ومية، وبنستلم آخر فواتير زي ما احنا عارفين كهرباء ومية بتاريخ اليوم. السعر الإجمالي 480,000 جنيه كاش قابل للتفاوض، ونشوفكم إن شاء الله في شقة جديدة وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية العجمي مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل. وكان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة سوق العقارات من اسكندرية العجمي مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل. ما تنسوش تعملوا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة ليصلكم كل ما هو جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.